لان يمكن مهمتهم الشعب المصري الرياضة الرياضة نعم وإنه إحنا شعب واحد وبلد واحد وعرب ومسلمين ودين ورب الهدف طبعا. من الزيارة والهدف من هذه الجولة التي تقوم العالم والله استكشافية يعني عادات العالم عادات الناس مهما أيا كان سواء بلاد عربية وغير عربية ثقافة البلد عادات البلد تقاليد البلد المجتمع ككل يعني. بعد مصر تروح فين السعودية هتختم بالسعودية من شهرين وثلاث أيام الآن إن شاء الله بالتوفيق هنا يوم جالس والله أنا الآن هنا في الإسماعيلية ومتجه على جهة الغردقة إذا كان العبار الشغل على جهة الغردقة والمناطق اللي بينها فاحتمال ما بين 10 أيام إلى 12 13 يوم في حدود هذا الله يسلمك وانا عيت في الاسكندرية قبل جيت الاسكندرية يوم الاثنين طبعا وعيت في الاسكندرية ايه رأيك في مصر وشعب مصر؟ ما يحتاج مصر العدد والعدة العدد؟ والعدة والعدة نعم مصر دولة عربية ومنطينة وصراحة أكبر دولة عربية قدوة لنا في كل شيء يمكن احنا النهاردة ونحن بنستضيفك على الطريق ويستقبلك شيخ مشايخ عربنا هنا في محافظة الإسماعيلية الحاج أمين شعراوي شيخ قبيلة بيلي عايزين النهاردة شيخ أمين الرجل يعني يجوب العالم العربي وتحديدا يعني بدأ من السعودية والإمارات وكرونيا وبيلف يعني مازال بيلف رسالة أنت النهاردة شيخ أمين شعراوي تستقبله يعني أنت رمز وطني فعلا كبير أن تستقبل مثل هذا العداء العالمي تقول لنا ايه النهاردة في خلال هذه الجولة اللي بياخدها هذا العداء الصديفي وانت هو في ضيافتك النهاردة في محافظة الإسماعيلية تقول لنا ايه بقول اول شيء كل عام وهو بخير الحمد لله على السلامة مصر والاخ سليم بن صالح الجهني من ينبع من المملكة العربية السعودية وهو جهينة وبلي اولاد عم كلهم بضاعة واحنا نحتفل اليوم بابن عمنا صالح والله يحييك وسط وطنك الثاني مصر وان شاء الله نقدر نكون بكل استقبال تستاهله وانت وربعك الجميع واحنا نشكر اخونا سعود النهدي من الامارات العربيه المتحده اللي اطلعنا على وصول الاخ سليم بن صالح الجاني ونرحب به اليوم وان شاء الله هو اليوم في استقبال جماعته كلهم عندي في المنزل والله يحييك يا ابو صديفي هذه الدراجه قطعت كم كيلو على مستوى رحلتك حتى الآن هزيلة 4500